السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر معكم في طريقة برمجة الإعدادات. هذا اليوم أيضا سنشاهد أب أند داون كاونترز، ولكن هناك اليوم ستكون طريقة البرمجة مختلفة قليلا. إذا اليوم راح نأخذ الكاونتر اللي يبدأ من رقم 235 C235، له علاقة بالميموري بيت 1235 والإنبوت X 0. ونفس الشيء لما نأخذ مثلا 236 الميموري بيت يكون M1236 والإنبوت راح تكون X1، ولكن طريقة البرمجة راح تكون مختلفة. مثلا لو أخذنا هذه X0، أخذنا CMT8 البروجرام، فلما نضغط على اكس 0 لن يحدث اي شيء لانه طريقة البرمجة مختلفة. كان هون يجب ان نستخدم ميموري بيت M1000. هذا الميموري بيت دائما يكون اون اوبن كونتاكت، ولكن لما نشغل ال PLC دائما راح يكون اون. كما تشاهدون لون اخضر الميموري بيت هون. لما نضغط على اكس 0 الان العداد بدا عمليه العد تصاعدا. اذا هذا الميموري بيت M1000 يستخدم كثيرا في برمجه PLC من نوع دالتا. نفس الشيء اذا اردنا ان نستخدم up and down counter نستخدم الميموري بيت M1235. ناخذ مثلا X3 set لما نعمل set الميموري بيت نضغط على S0 بشكل تنازلي. إذا كما تشاهدون هنا لم نقم بوضع X0 في أي مكان في هذا البروجرام، ولكن يشتغل مع الانبوت. نوضح مثلا ماذا يحدث. ناخذ MP0 out 0. ريست الميموري بيت. إذا كما تشاهدون Y0 تشتغل العداد بشكل تصاعدي. نعمل ريست الميموري بيت، عفوا نعمل ست شغل X0. كل مرة تشتغل Y0 أو X0 أون العداد يشتغل بشكل تصاعدي.
تصاعدي أو تنازلي على حسب الميموري. آخذ مثال ثاني، مثلا بعد الميموري بيت أيضا يختلف. هذه المرة راح يكون الـ input x1، إذا كما تشاهدون لو نضغط على اكس 0 لن يحدث اي شيء، ولكن اذا ضغطنا على اكس 1 الداتا اشتغل بشكل تصاعد. يعني سات الميموري بيت اشتغل بالعكس تنازل. طبعا حتى نعمل ليميت للعداد ما يتعدى مثلا 8 او ما ينزل تحت الصفر، نعمل ست ريست للكاونتر او نعمل كونديشن مثلا في البروجرام حتى ما يتعدى هذا العدد. الى هنا وصلنا الى نهاية الحلقة، شكرا لكم على المتابعة، الى اللقاء في حلقات قادمة.